وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. إلى آية. شكرا لكم مجددا، والآن محليا وعالميا نتعرف على أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من القاهرة العظمى 34، الصغرى 25، الإسكندرية 32، 24، مطروح 31، 24، بورسعيد 32، 25، والإسماعيلية 35، 24. نذهب بعدها إلى السويس العظمى 35، الصغرى 24، العريش 32، 24، طابة 36، 27، شرم الشيخ 39، 29، والغردقة 40، 29. أيضا الأقصر العظمى 42، الصغرى 28، أسوان 43، 29، الوادي الجديد 41، 26، شلاتين 39، 29، وحلايب 35، والصغرى 26. أما مشاهدين عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن.